صباح الخير يا باشمهندسين. بص يا شباب، ان شاء الله المحاضره بتاعت النهارده هنتكلم فيها حاجه اسمها الورك اوف فورس. طبعا الطريقه دي طريقه مبسطه لجيبان الفلوستي، هي بديل للكاينماتكس في جيبان الفلوستي والكاينتكس. طبعا يعني دي طريقه بديله، ممكن تستخدمها ممكن تستخدمهاش، بس احنا بيبقى في الامتحان بنعرف نسأل بطريقة معينة ان نخليك تتوجه للاتجاه بتاعها. يعني انت اصلا لو انت بتحل مسألة في اي حاجة، لو انت بتحل او بتشتغل، ممكن تحل نفس المسألة كينيتكس، ممكن تحل نفس المسألة ورك انرجي ميثود اللي هي الورك اوف فورس عشان تجيب الفيلوسيتي. الطريقة دي ما بتجيبش اكسلريشن، ما تعرفش تجيبها، بس هي بتجيب فيلوسيتي كويس جدا، تمام. بس طبعا الطريقة الاصلية اللي بتحل كله هي كينيتكس. دي طريقة سريعة وسهلة في حالات معينة، ممكن تبقى أسرع في حالات تانية، بس اللي انت عندك دايما في منهجك هتلاقي الورك ميثود هي الايه الأسهل. كنا زمان بنطلب في الامتحان أيام الكريتي نقول لك حل بالورك انرجي ميثود، وبعد كده نقول لك حل ايه بالكاينتكس. طبعا انت ممكن بقى في الامتحان ام سي كيو بتاعك تستغل الاثنين تعمل بيهم تشيك لو في وقت يعني، تمام. بيقول لك ايه لو عندك فورس اف، طبعا الاف لاحظ ان هي فيكتور، will do work on a particle only، يعني هتبذل الشغل على particle، لان احنا كل الشغل بتاعنا على particles only، في حاله واحده بس، when the particle undergoes a displacement. يبقى لما يكون في شغل يعني لازم يحصل displacement، خد بالك ازاحه من قوه لو حصل displacement للparticle in the direction of the force. يعني الشغل المبذول من القوة لازم ان انت اللي يحصل فيها يحصل displacement، وخد بالك displacement مش distance، لانك انت لو انت الجسم راح ورجع لنفس النقطة، الورك بتاع الفورس لو هي محافظة، لسه هنشرح كل الكلام ده، يعتبر مفيش ورك حصل لان ما حصلش ازاحة. في ناس بتستخدم الدستنس في قوة، بتستخدم الدستنس لما تكون ايه non-consistent غير محافظة، هنشرح كل واحدة بالتفصيل، تمام. يبقى لازم يحصل displacement مش distance، تمام؟ in the direction of the force. وخد بالك ان displacement in the direction of the force مش هتتعارض مع الفريكشن فورس، لانك انت الفريكشن فورس لو انت ماشي كده هي هتبقى العكس، لو انت عكست اتجاهك ورجعت هي الفرصة هتتعكس هي كمان، فهي دايما displacement هتبقى ايه عكسها، فيعتبر الجملة دي ما تغيرش. فخد بالك ان هي لازم يكون a displacement، ما فيش ديستانس. عشان في ناس كتير فاكره قوي ان الازاحه او الورك بيجي من المسافه، القوه في مسافه، لا قوه في ازاحه، تمام. طبعا ادي لو عندك فرصه ايه فيكتور ايه الازاحه اللي انت مشيتها من نقطه لنقطه على اي ارك، حتى لو قوس او مسار، هتبقى من ار ناقص ار داش اللي هي النقطة الاول والنهائي اللي هو دي ار، اللي هو نفسه دي اس في المسافات القصيره. وبالك دي اس ودي ار بنطبق على بعض لما يكون سمول ارك. وفي زاويه هنا الاحظ ان اسمها سيتا، ما بين مين ومين؟ ما بين الاف الفورس وما بين الازاحه. هنفهم دي هنستخدمها ازاي دلوقتي. طبعا اليونت اوف ذا ورك ان اس اي يونت هي جول، طبعا عارفين الجول، عارفينها قبل كده اللي هي 1 نيوتن متر. ولو نستخدمها اليونتس الثانيه هتبقى فيت باوند. لاحظ ان النيوتن مكانها الباوند، والميتر مكانها مين؟ الفيت، نفس يعني نفس الويت بتاع اليونتس. لو انا عندي فاريبل فورس، قوه متغيره، يعني ايه قوه متغيره؟ يعني هي فانكشن في التايم بقى، في المسافه، في الزمن، في اي حاجه، يعني دي مش كونستنت. فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ القوه دي عماله تطلع وتنزل وتلف وتقصر وتعكس اتجاهها، فهي مع اتجاه الديسبليسمنت بتاعها، شايفينه الاتجاه الديسبليسمنت بتاعها، مش هتفضل ثابته، والزاويه اللي ما بينهم مش هتفضل ثابته مهما حصل. فبالتالي هيحصل ايه لما اكون عاوز الورك؟ طبعا احنا عارفين الورك زمان من واحنا صغيرين عباره عن ايه، دبليو بتساوي اف اف دي هو قوه في المسافه. لا، هو التعريف بقى الكبير بتاعه عباره عن ايه، مركبه القوه او كومبوننت اوف ذا فورس ان ذا دايركشن اوف ديسبليسمنت، هم دول هيتضربوا في بعض. فالفورس دي لو انا عملت ريزوليوشن في اتجاه الديسبليسمنت تبقى المركبه اللي هي بتاعت مين؟ الكوزين سيتا. ولو عملت ريزوليوشن تاني عمودي كده
انا عارف ان الاتجاه ده ما بيعملش ورك خالص. ليه؟ لان هو عمود على الديسبليسمنت. احنا اتفقنا قانون التعريف، عشان كده بقول لك اعرف التعريفات حتى لو مش هتتسال فيها، ان لازم تكون في اتجاه الفورس. طب العمودي ده في اتجاه الفورس؟ لا. هل في اتجاه الازاحه؟ لا. يبقى الاثنين ايه؟ ما ينفعوش. يبقى المركبه دي ما تتزاوجش في حاجه. طبعا الاف هنا قد تكون فانكشن سيتا اس تايم اي حاجه، وكوزين سيتا هنا ممكن تكون فانكشن في اي حاجه برضو. خد بالك ان كوزين سيتا هنا السيتا اه مفيش صوت ولا الدكتور خرج؟ سامعني يا شباب؟ تمام يا دكتور. تمام، معلش بس النت كان فصل فدخلت من بخلص. تمام. بص يا شباب، دلوقتي احنا كنا واصلين لغايه فين؟ قلنا ان احنا عارفين من واحنا صغيرين ان الشغل او الورك بيبقى عباره عن ايه؟ فرصه في مسافه. لا بس احنا هنا بقى ايه اللي هيحصل؟ هنا عندنا ان الفرصه دي فاريبل، فيبقى الكوزاين بتاعتها هي دي المركبه اللي في اتجاه ايه؟ الازاحه. طبعا الدي اس دي المسافه، بس طبعا لما بتيجي تكمل المسافه فيعتبر انت بتجيب الازاحه. الورك بيتسمى ايه؟ يو. هو طبعا في كل كتب العالم هتلاقيه مسمينه دبليو، بس عشان هبلر مسمي الدبليو كابيتال دي، بس دبليو كابيتال دي الورك مسميها الويت، فهو مبدلها باليو. فهتلاقي كتب نادرا قوي بيسموها يو، بس هو بيسموه ايه؟ دبليو. يعني انت عايز تكتبها في امتحان دبليو، وغالبا احنا في الامتحان بنكتبها دبليو، بس انت لو لقيتها يو تبقى فاهم ان ايه الورك. الورك لازم يكون ما بين نقطتين، من واحد لاثنين، او من واحد لثلاثه، او من اثنين لثلاثه، او ثلاثه لاربعه، يعني ما بين نقطتين، لان هو لازم يحصل ازاحه. يعني انت لو ما اتنقلتش من هنا لهنا يبقى انت ما عملتش ورك. تمام؟ طب هتقول لي لو رجعت الناحيه الثانيه، لو رجعت لنفس النقطه واحد لواحد يبقى مفيش ورك اصلا، غير للفريكشن. الوحيد اللي بيعمل ورك مهما مشي هو الفريكشن والمحاجات المقاومه اللي هي غير محافظه، اللي هي بقى الفيسكوستي، الفريكشن، الحاجات دي كلها. احنا مش هناخد منهم غير الفريكشن بس.
بس بقيت الحاجات التانية لا. تمام؟ طبعا الانتجريشن ده بنجيبولك دايما في صورة ان انت تعرف تكملها ما تقلقش يعني. بس بيجيب لك كوزين سيتا تبقى الفانكشن دي مثلا 5 على كوزين سيتا فبتر سيتا يبقى يعني يبقى حاجة سهلة في الاخر ما تقلقش منها. تمام؟ طب اف كونستنت بقى الفورس كونستنت. بس لازم عشان تكون كونستنت لازم تكون موفينج كونستنت رانينج. لان لو كونستنت وماشي على كيرف كده طب ما كوزين سيتا هتفضل ايه؟ فاريبل. ما انت لو انت ماشي كده والفورس كونستنت لاحظ ان السيتا ايه اللي هيأثر فيها؟ عمال تتغير كل شويه. يبقى انت لازم يكون كونستنت ستريت لاين عشان تقدر تستخدم القانون بتاعك القديم اللي هو ايه؟ اللي انت بتستخدمه ده اللي هو من يوم من واحد لاثنين هيبقى الاف كونستنت ثلاث بره وكوزين سيتا ثلاث بره. بس الدي اس فاريبل لسه فتبقى اس 2 ناقص اس 1 اللي هو التكامل بتاع ايه؟ دي اس. طبعا خد بالك ان اس 2 ناقص اس 1 الوضع الاخير ناقص الوضع الابتدائي. فلاحظ حاجه ان انت هنا لو انت ماشي في اتجاه معين فانت هتلاقي دايما ايه؟ ان اس 2 ناقص اس 1 اكبر من بعض. طب الورك ممكن يطلع نيجاتيف؟ اه ممكن يطلع نيجاتيف لو انت مشيت العكس يعني. انت لو كانت اس 2 هي اللي قبل اس 1 انت مشيت لورا هتلاقي ان الورك ايه؟ نيجاتيف. واجهة تانية ان الكوزين سيتا دي ممكن يكون ليها قيم كتير جدا. لاحظ ان سيتا بس خد بالك ان سيتا بتتغير من 0 ل 180 بس. ما ينفعش تحط سيتا هنا 360 والحاجات دي كلها. يعني الزاوية بتاعتك محصورة من 0 ل 180. فانت يا عندك يا 0 ل 90 ومن 90 ل 180. هنفهم الفرق ما بين كل واحدة منهم. يعني ما تحطليش هنا 240 والحاجات دي كلها. لانك انت لو جيت من تحت هنا طب ليه خليها 240؟ ما الزاويه الصغيره اللي هنا مثلا يعني دي لو 240 فالزاويه اللي هنا تكون كام؟ او خليها 270 هتبقى هنا الزاويه اللي هنا كام؟ 90. فانت تقدر تجيب طب لو 200 مثلا 300 الزاويه اللي هنا 60. فانت مش محتاج ان انت ايه تقعد تقلبها تقلب راسك الناحيه الثانيه وخلاص. لان الزاويه دي مش مهم تكون مع اتجاه مين، هي مهم تكون الزاويه المحصوره ما بين الفيكتور بتاع الفورس واتجاه ايه الديسبيسمنت. طب انا عندي ثلاث حالات. الحاله الاولى لو الزاويه اكبر من او تساوي 0 واقل من 90. خد بالك ان 0 ضمن القيمه معانا ساعتها الفورس كومبوننت الديسبيسمنت هاف ذا سيم سينس. طبعا لو كنت عملت الكوزين كده هتلاقي ايه بوزيتيف وهتلاقي الديسبيسمنت بتاعتك ايه بوزيتيف. ساعتها الورك بتاعك يبقى بوزيتيف. طبعا خد بالك ان الورك كمية سكيلر ملهاش اتجاه يعني بوزيتيف او نيجاتيف ما بيحددلكش انت ماشي ازاي. بوزيتيف ونيجاتيف معناها حاجه واحده بس ان الفورس مع الديسبيسمنت يبقى بوزيتيف. طب لو 90 ل 180 الكوزين هتبقى نيجاتيف معناها ان الفيكتور بتاع الفورس والديسبيسمنت عكس بعض فساعتها الورك هيبقى نيجاتيف. يبقى ده الحاجه الوحيده اللي ليك في ايه في الورك. بوزيتيف معناها ان القوه بتساعد الحركه، نيجاتيف معناها ان القوه بتعاكس الحركه. خد بالك ان طالما نيجاتيف معناها القوه اللي انت بتبذلها دي الجسم ماشي عكسها يبقى بتعمل فيه ايه بتقاومه او بتعمل له ريزيستنس. وغالبا بتبقى نيجاتيف دي في حاله مثلا الفريكشن دايما هتلاقي الورك بتاعه نيجاتيف. ليه؟ لانك انت بتبقى ماشي في اتجاه الفريكشن عكسك فدايما نيجاتيف. ليه؟ لانه بيعكسك بيحاول يثبت همتك. عارف يقول لك شخص نيجاتيف في الشغل هو ده شخص سلبي هو ده اللي بيعطلك. تمام؟ ده لو بقى عندك الورك بتاعك زيرو امتى؟ لو الفورس بيربنديكولار للديسبيسمنت لسببين. اولا ان الكوزاين بتاعتك دي هتبقى كوزاين 90 بتساوي زيرو او ان انت هتكون في فيكسد بوينت. يعني حالتين الورك بتاعك بيبقى زيرو. لو انت بتأثر في فيكسد بوينت معناها ايه؟ معناها ان انت عندك اس 2 ناقص اس 1 بتساوي زيرو. خلاص النقطه ما بتتحركش. بالله عليك هتبذل ورك ازاي؟ يعني انت دلوقتي لو بتروح الشغل بتاعك وما بتنتجش اي حاجه يبقى انت كده هتاخد مرتب ولا اي حاجه؟ ما انتجتش، انت ثابت في مكانك قاعد على مكتبك ما بتتحركش. يبقى الورك بتاعك ايه؟ زيرو. او يكون بربنديكولار للديسبيسمنت عمودي عليها. احنا المفروض بنقول لك ماشي الدنيا كده، انت ماشي كده، انت كده بتعمل اي حاجه انجاز في الشغل؟ لا، ده انت طالع. يعني احنا بنقول لك خد الصندوق ده وحركه وانت ترفعه فوق الرف. يعني استفدنا ايه؟ ملهاش لازمه. تمام؟ يبقى ساعتها الورك بتاعك ايه؟ زيرو.
قاعده ليك ذهبيه تعرفها لغايه ما تتخرج، بس بعد كده ممكن تعقد بعد كده، بس هي ابليكابل معاك لغايه ما تتخرج من الكليه. الورك عند اي رياكشن، الورك بتاع اي رياكشن اسمها كيميائي، الورك بتاع اي رياكشن بيساوي زيرو. طبعا انت مش هتلاقي مكتوبه في كتب لسبب واحد، ان الكلام ده مش صح قوي غير بنسبه 90%، يعني في كيسز كتير قوي يعني، بس اغلبيتهم دي اللي هتقابلهم. ان انت لو عندك سلايدر الورك بتاع الرياكشن بتاعه زيرو، عندك هنج الورك بتاعهم زيرو، عندك فيكسد سبورت طبعا الورك بتاعهم زيرو، عندك رولر الورك بتاع الرياكشن بتاعه زيرو، دايما 100% هتلاقي الورك بتاعهم زيرو. بس طول ما انت في المنهج بتاعنا يعني في لغايه ما تتخرج. طبعا في كيسز تانية ممكن تلاقي دول بيعملوا ورك، بس يعني مش لسه يعني، ده يعني دي كيسز سبيشال كيسز كومبليكيتد لناس معينه. تمام، فانا بس عشان ما اقولكش معلومه تطلع في المسابقه تلاقي غلط، بس هي ماشيه معاك لاخر دراستك مش هتتاثر معاك. فانت او بتقابل اي فيكسد سبورت او اي رياكشن هتلاقي ايه، هتلاقي ان هو بزيرو. في اتنين ورك بتحفظهم زي ما هم كده، الورك اوف ذا ويت. طبعا الويت دايما ابد الابدين لتحت، فانت عندك والازاحه بتاعته دايما الرأسيه، مش محتاج تعمل ريزوليوشن في اي حاجه، هو دايما ايه الازاحه بتاعته الرأسيه. طبعا عندك انت بتنزل بتبع الويت بس على سطح مائل، يا حاجه من الاثنين، يا تعمل ريزوليوشن للويت مركبتين، واحده في اتجاه الازاحه واحده عموديه عليه، او تعمل تجيب الازاحه الرأسيه بان انت تعمل ريزوليوشن للازاحه نفسها، الديسبيسمنت نفسها. بس انا بفضل دايما ان انا بعمل ريزوليوشن للازاحه، ما بعملش للفورس بتاعت ايه الجرافت. العكس صحيح، الاثنين يمشوا. عباره عن ايه؟ ام جي قوه الويت في المسافه اللي انت نزلتها راسي، واي 2 ناقص واي 1. طبعا واي 2 وضع نهائي وده الوضع الاول. لاحظ ان الاشاره بره بوزيتيف او نيجاتيف. ليه؟ لو انت نازل لتحت، لاحظ ان انت مع ولا ضد الجاذبيه؟ مع الجاذبيه، بالورك بتاعك بس، لانك انت بتنزل لتحت. انت لو انت طالع لفوق، هل الجاذبيه هتتعكس وتطلع معاك؟ لا، هتفضل لتحت، عشان كده بالورك ساعتها ايه؟ نيجاتيف. يبقى انت لو الويت بيعمل ورك مع الجاذبيه ان انت بتقع، يبقى بص بتطلع لفوق يبقى ايه؟ نيجاتيف. طبعا مع ملاحظه ان واي 2 واي 1 لازم يكونوا مبتدئين من ايه؟ من تحت، يعني يبقى الواي 2 هي الاكبر. لكن انت لو عكستها خليت الواي 1 فوق واتنين تحت وعكست الاشارات هتبقى مشكله. تمام، فانت ركز ان انت بدل الواي 1 والواي 2 شكلهم ايه، ممكن تخليهم ابسوليت وتخلص زي ما انا عامل هنا، يعني انت تخلي الدلتا واي دي ابسوليت والزائد والناقص هو اللي يحدد لك طالع او نازل. تمام، يعني ده خلي دي ابسوليت احسن، حتى اقولها لبقيه زمايلك، ده ابسوليت والزائد والناقص بتحدد منين؟ من انت طالع او نازل، لان في طلبه معاكسين الواي 1 والواي 2 في المساله، فايه اللي يحصل؟ يحط نيجاتيف نيجاتيف تطلع بوزيتيف، فدي تبقى مشكله. يبقى موفينج ابورد وموفينج داونورد. طبعا ورك اوف سبرينج فورس دي لازم تحفظها. مشكلتها حاجه ان الاشاره بتاعتها دايما الطلبه بتتلخبط بيها. انا هشرحها لك بطريقتين واختار اي واحده منهم تفهمها منها. هي اللي بتتحفظ نص كي اس 2 سكوير ناقص اس 1 سكوير. طبعا اس 2 واس 1 دول اسمهم الاستطاله الالونجيشن او الكمبريشن بتاع السبرينج، اللي انا بسميهم التغير في اللينس بتاعه. يبقى معناها تعرفهم ايه؟ ال الحالي طول الحالي اللي هو ال 2 ناقص طول الانيشال او اللي هو الايه الريستريكتد لينس بتاعه اللي هو ايه؟ ال نوت. وال اس 2 اس 1 ايه؟ ال 1 ناقص ال نوت. يبقى احنا اتفقنا ده ما بيطلع الاخير ناقص الاول. والتربيع مش على قوس، التربيع على كل واحده منهم. يجي الاشاره بقى. هتقول لي طب احط الاشاره على اساس ايه؟ بص لو انت بتتحرك في اتجاه، بتتحرك في الاتجاه، طبعا حركه مالهاش دعوه بالفورس، انت ممكن تكون بتتحرك عن طريق فورس تاني اكبر، او ممكن تكون بتتحرك عن طريق سبيد، بتتحرك عن طريق اي حاجه. لو اول فورس في السبرينج عكس الازاحه، يعني ايه اول فورس في السبرينج؟ خد بالك انت لما تيجي تتحرك ممكن ايه اللي يحصل في السبرينج؟ يفضل يتشد يتشد يتشد، بعد كده ايه؟ يتضغط. يعني انت ممكن تكون كنت في الوضع هنا مثلا كان مضغوط، بعد كده بتيجي تروح تعدي الخط الفاصل يحصل فيها ايه؟ تتشد. والسبرينج ما يفضلش الوضع بتاعه ثابت. فانت يعني انت هنا ممكن تقول كنت مضغوط اهو، السبرينج كان هنا اهو، الضغط لما يجي تفرد الناحيه الثانيه كده اهو، لاحظ ان هو لو كان الضغط هتتقلب هنا ايه؟ شد.
فانت مالكش دعوه بكل ده، انت تشوف الوضع الاول. لو السبرينج مشدود عكس الاتجاه اللي انت مشيت فيه، يبقى انت معناها ان الورك ده هيبقى نيجاتيف زي كده. بس انت ماشي كده، والفرصه بتاعت السبرينج الاولى الناحيه دي، والورك بتاعك نيجاتيف الاولانيه، انا مش دعوه بعد كده اللي هيحصل. لو انت كانت انت ماشي في الاتجاه ده والسبرينج برضو بيشدك في الاتجاه ده، يبقى بيساعدك في حركتك ولا ضدك؟ بيساعدك، يبقى الورك بوزيتيف. تمام؟ طب خد بالك من حاجه، ممكن الكوكا بيضغطك من ورا، يعني مش لازم يشدك، يعني انت ممكن تكون ماشي في الاتجاه ده كده والسبرينج بيضغطك من ورا، يبقى الفورس بتاعته مع اتجاه ايه؟ ديسبيسمنت بتاعك، يبقى الورك بتاعك ايه؟ بوزيتيف. طب افرض انت ماشي في الاتجاه ده والورك والديسبيسمنت عكسك، اللي هو الفورس بتاعتك عكس الايه؟ بتضغطك للناحيه دي، يبقى معناها الورك بتاعك ايه؟ نيجاتيف. يبقى انت عندك الاربع حالات، يا بيزق معاك يا بيشد معاك، يا بيزق ضدك يا بيشد عكسك. تمام؟ يبقى اتنين منهم بوزيتيف والاتنين التانيين ايه؟ نيجاتيف. صدقني الطريقه دي لو انت تخيلتها هتساعدك كتير جدا. طبعا الطريقه الثانيه انا مره بسرعه كده بتاعت السبرينج تاني بص، عندك ادي البلوك اهو، بلوك بس طبعا هو بارتكل، قدامنا اربع حالات لي او اربع بلوكات. انت هتشوف في السبرينج بتاعك ايه هو. لو السبرينج مثلا مضغوط هنا، السبرينج مضغوط هنا تمام، والسبرينج مضغوط من هنا، والسبرينج بتاعك مشدود من هنا، والسبرينج بتاعك مشدود من هنا، عندك ثلاث حالات اربع حالات. الحاله الاولى السبرينج مضغوط هنا، فالفرصه اتجاه كده، والفرصه دي هنا برضو ايه؟ اتجاه كده، لانك انت ضغط عليه. يعني هنا لو في حيطه ايه اللي يحصل؟ هو بيحاول يزقك كده، لو كده عندك حيطه يبقى بيحاول يزقك ايه؟ الناحيه دي، بيحاول يزقك الناحيه. لو مشدود يبقى الفرصه بتاعته هتبقى كده، والفرصه بتاعته ايه؟ كده، لان هو مشدود عايز يرجعك. حاجه من الاثنين، لو انت ماشي، خد بالك انت ماشي، الفرص مش هي اللي بتحركك في الورك، مش الفرص هي اللي بتحركك، الفرص موجوده وانت بتتحرك. لو انت بتتحرك في الاتجاه ده، ده بيساعدك ولا ضدك؟ بيساعدك، يعني ده كومبريشن بيساعدك، يبقى الورك ده بوزيتيف. يبقى انت مش القوه اللي انا فرضتها دي بتاعت انا اللي هي لضغط السبرينج. لا انت مش فرضها، انت عارفها، ما هو مضغوط اهو. أيوة أيوة، انا اللي عاملها مش بتاعت السبرينج، بتاعت السبرينج هتبقى عكس. لا بص بقى، ما انت خد بالك السبرينج، انا مش بدرس السبرينج، انا بدرس الجسم. انا مش ده اللي بدرسه، مش ده بدرس بقى القوه اللي عليها تبقى داخله ليه ولا خارجه منه. يعني انا بحسب القوه بتاعت انا مش بتاعت السبرينج، القوه اللي على البارتكل اللي انت بتدرسه مالهاش دعوه بالسبرينج. لكن انت لو انت ضغطت السبرينج، الفرصه اللي على السبرينج كده، فعلا كلامك صح، بس انا بالي من السبرينج وانا عاوز السبرينج منه حاجه. انا بدات ادرس دلوقتي مين اللي بيتحرك، السبرينج ولا ده؟ طبعا فكره، في ناس بتدرس السبرينج في ميكانيكا ان شاء الله هتدرس السبرينج، بس انت دلوقتي بتدرس السبرينج، انا بدرس مين؟ البلوك. حتى بص انا عامل لك ايش ده، هو اللي متكرر. فمين اللي بيتحرك؟ البلوك. مين اللي مضغوط؟ البلوك. مين اللي السبرينج ده بيأثر عليه؟ البلوك. يبقى الفورس بتاعت السبرينج دي اتشالت وتحط مكانها ايه؟ الكومبريشن ده. تمام؟ وضحت؟ تمام. طب انا لو بتحرك كده بالجسم ده، ماليش دعوه بالسبرينج، خد بالك السبرينج لما يجي تتحرك كده هيتضغط اكتر، ماليش دعوه بيه، انا ماليش دعوه بالسبرينج خالص. وخد بالك من حاجه، انا ممكن افضل اتحرك كده، ايه اللي يحصل في السبرينج؟ يتعكس الناحيه الثانيه، مش شرط البارتكل لو جه الناحيه دي، السبرينج هيقلب الناحيه الثانيه كده، وساعتها بقى تنشن، ساعتها هيعكس الحركه. بس انا قلت لكم عشان تعرف القانون ده بتحطه بس على اول فرصه عندك، مالكش دعوه بكده ايه اللي هيحصل. يعني انت لو درست بعد كده بعد ايه اللي هيحصل هتلخبط نفسك. فانت دلوقتي لو انت ماشي كده، ده عكس ده، يبقى الورك ده ايه؟ نيجاتيف. طب نيجي للناحيه، لو انا ماشي كده التنشن ده تنشن اهو، بيعكسني ولا بيساعدني؟ بيعكسني، يبقى الورك بتاعه نيجاتيف. لو انا داخل عليه يبقى السبرينج ده بيشدني معاه، يبقى انا الورك ده ايه؟ بص هم دول الاربع حالات العامة، مش هتلاقي تاني في المنهج بتاعي. يعني انا ماليش دعوه بقوه السبرينج خالص، القوه اللي بتاثر على الجسم ككل اللي هي انا اوليه. بص اصلا كده كده قبل ما تبتدي اي مساله بتاعت ورك انرجي ميثود بترسم الفري بادي دايجرام بتاع الجسم وتشوف كل الفورسز اللي عليه، ده عليه فورس سبرينج، عليه فورس ويت، عليه فورس خارجيه، عليه فريكشن، كل دول تحطهم
كل واحده تبتدي تشوف الورك بتاعها ايه هو. تمام. الورك بتاع الويت محفوظ، ما تقدرش يعني ليه قانون محفوظ. الورك بتاع سبرينج ليه قانون محفوظ، الاثنين دول محفوظين. الباقيين يجوا عن طريق القانون ده. تمام. لو variable بيجي عن طريق القانون ده. طبعا ما فيش جرافتي variable، فبالتالي ان انت مش تستخدم القانون ده مع الجرافتي. وما فيش سبرينج variable، الفاريبل بتاعه خلاص احنا عملنا انتجريشن. يعني خد بالك دي معادلة اصلا جت توصل كده، ده اخرها. طبعا بس ده السبرينج الايديال. ايديال يعني ايه؟ يعني بتشد ويتمط عادي وبتضغط لغايه زيرو، لان ممكن يضغط السبرينج ده لغايه زيرو، بس حقيقه ان هو ما يضغطش لغايه زيرو، هو هيكتع هنا شويه. وفي حاجه تانية، السبرينج ده بيتمط لمالا نهايه، وده طبعا تخريف، لان انت السبرينج بعد مرحله معينه هتلاقي ايه اللي حصل فيه، تناياته قلت، وده كده معناه ان انت بوظته اصلا. فانت الكلام بتاع الكلام ده مش دراستك انت في اعدادي، يعني ان شاء الله في ميكانيكا ممكن تاخد زيرو في مساله بسبب ان السبرينج اقصى استطاله ليه 100، انت بتطوله 100 كيلو بقى، تمام؟ فانت بتاخد زيرو ساعتها لانك انت بوظت السبرينج. اما في اعدادي ممكن اقول لك السبرينج اتمط كيلو، راحتنا مالكش دعوه بالكلام ده، السبرينج بتاعك ايدل بيعمل كل حاجه. خلاص وضحت؟ تمام، شكرا دكتور. انا اخد بقى مثال حي على الكلام ده يعرفنا اللي احنا فيه. في حد عايز يستفسر اي حاجه في اللي فات ده؟ تمام. يبقى انت عندك دلوقتي ناخد مساله بقى، بيقول لك 10 كيلو جرام بلوك، عندك بلوك اهو. طبعا البلوك ده بنعمله بارتكل، مالوش دعوه باي حاجه. ريستس اون سموث سيرفيس، طبعا ريستس دي معناه ان هو مستقر مش ان هو اتريست. اف ذا سبرينج از اوريجينالي استريتشد باي نص متر، خد بالك ان اوريجينال ستريتشد يعني في الاصل مشدود، يعني معناه ان هو عامل قوه تنشن. فانت لاحظ ان الراجل ابتدى من هنا، خد بالك بس الوضع الابتدائي هنا، يعني ده الانشر بوزيشن، السما ده واحد والوضع الاخير اتنين. ممكن ترسم لك وضع في النص كده ايه مساعد اسمه اكزيلري بوزيشن، بترسمه في النص كده، مش عايز ترسمه مش مشكله، بس هو اهم واحد حاجه واحد واثنين. اللي ما بيرسمش وضع واحد واثنين وبيكسل وبيعتمد على واحد بس غالبا بيغلط. فانت بتعمل ايه؟ شاب بوزيشن وفاير بوزيشن، بسمي واحد وده بسمي اثنين. طبعا ممكن يجي لك اكتر من وضع، يعني ممكن اقول لك والسبرينج او ممطوط كمان لوضع ثلاثه، فانت بترسم ثلاث اوضاع. بس ده كان زمان بنعمله في المسائل لما كانت بتحرتن وايه والدنيا كانت كبيره شويه، بس احنا دلوقتي يعني بنخفف عليكم شويه، فدايما هتلاقي وضعين. بس لو لقيت وضع ثالث حلال عادي يعني. وبقول لك حاجه بسيطه كده في الاخر، معلومه ليك انت يعني شخصيه في الاخر يعني، تمام. Determine the total work done by all the forces acting on the block، عاوز الشغل الكلي. طبعا الورك توتال احنا عارفين المعلومه دي من الابتدائي قبل كده، ان الورك توتال بيساوي سيجما الورك، تمام. الشغل المبذول هو مجموع الشغل بتاع كل الايه الحاجات الموجوده. وهنا horizontal force B is بتساوي 400 نيوتن pushes the block up the plane 2 متر. طبعا up the plane 2 متر، خد بالك ان الاس مايله، لان انا دلوقتي بقول لك انا برفعك على المنحنى، يبقى انا المسافه اللي مشيتها على المنحنى، المنحنى اللي هو كده، ما تعملهاش الاثنين كده غلط، الاثنين كده غلط، لازم تبقى ايه طالعه فوق كده، تمام. فانت عندك اديت، وخد بالك ال 400 دي كونستنت دايركشن، ان هي دايما تفضل عامله كده، لو البلوك اتزق لفوق كمان هتفضل الفورس عامله كده. فاعتبر الفورس دي فيكسد ان ايه الماجنتيود ودايركشن، يعني انت لو بصيت المساله مايلت راسك كده هتلاقي ان هي ايه ماشي في خط مستقيم، فتعتبر القوه دي ايه ثابته. يبقى انا بقدر اعملها ايه كقانون الفيكسد فورس. لو تقول لي دكتور طب ما هي بتمشي معايا اهي، خد بالك هل الماجنتيود بتاعها اتغير؟ لا. هل الدايركشن بتاعها اتغير؟ لا، يبقى هي فيكسد. فهمت يعني ايه الفورس بتاعتك فيكسد دايركشن او فيكسد ماجنتيود؟ هي ان معناها ان هي حتى لو اتحركت ثابته. وخد بالك احنا فاكرين الفيكتور بتاعنا هنا او هنا او هنا، احنا نقطه التاثير بتاعته ما بتفرقش معانا غير في المومنت بس، تمام. اول حاجه تعملها لاي مساله عندك ترسم الفري بادي دايجرام، عندك الان بي رياكشن وعندك الاف سبرينج. ليه خليت الاف سبرينج لجوه كده؟ لان انا قلت له في الاول عنده استطاله او ستريتشنج فورس، يبقى معناه ان ايه تنشن. وعندك ادي البي ب 400 والزاويه بتاعتها ب 30 مش هتتغير،
وعندك الويت لتحت. اول حاجه هنجيب الهوريزونتال فورس بتاعك، هعمل الاثنين، يعمل لها ريزوليوشن في اتجاه المسافه تبقى 400 كوزاين 30 واضربها في مسافه 2، او اعمل ريزوليوشن للمسافه اللي هي من الشتاء. طبعا المسافه اللي هي من الشتاء المسافه الايه الافقيه، اي من هنا لهنا اللي هي كام؟ 2 كوزاين 30. لاحظ ان الاثنين هيطلعوا نفس الرقم، ان الكوزاين هنا والكوزاين هنا مش هتفرق، بس الاثنين كونسبت ده كونسبت، بس الاثنين في الاخر ايه واحد. طبعا انا شخصيا بفضل ان اعمل ريزولوشن للفورس خليها في اتجاه الازاحه، لانك انت ريزولوشن الازاحه ده دايما بيخلي الطالب يتلخبط، بس انت براحتك. انا بقولك شخصيا انا بحب ايه. طب نيجي للورك بتاع السبرينج، تعال نشوف حاجه، الجسم بيتحرك في اي اتجاه يا شباب؟ هنلاقي الجسم طالع لفوق، مش الجسم طالع لفوق؟ طب الفورس بتاعت السبرينج احنا اتفقنا ان هي كانت فين؟ لتحت. يبقى نوع الورك ده نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ يبقى نيجاتيف، يبقى حط هنا نيجاتيف. طبعا كنت ممكن تطلع النص كي بره، يعني مش لازم تعمل الحركه الغبيه اللي هو عاملها دي، تمام؟ يبقى انت كده عندك نص كي، نص كي اس 2 ناقص اس 1 سكوير. طب اس 1 كان بكام؟ بنص. طب اس 2 بكام؟ لاحظ ان هو كان مشدود 2 متر نص متر، وطلعت 2 متر، يبقى هو اتشد كام مسافه كام زياده؟ 2. يبقى هو استطالته الاخيره كام؟ 2.5. مش محتاج الطول الطبيعي في حاجه، يعني انت دلوقتي ادي كنت بقول لك مشدود نص هنا، لما اجي امطه هنا كمان اعمل له الانجيشن او ستريتشي هيبقى طوله كام؟ 2.5. يبقى دي الاستطاله الجديده، وانا ما يهمنيش طوله قد ايه، المهم استطالته. هو استطال مسافه كام؟ 2.5. طبعا 2.5 متر ده بالنسبه للسبرينج ده رقم كبير جدا، بس احنا مالناش دعوه، تمام؟ هيطلع لك نيجاتيف. طب الويت، لاحظ ان الجسم ده هو طالع كده يطلع عكس الجاذبيه، يبقى الورك بتاعه ايه؟ نيجاتيف. يبقى حطيت النيجاتيف. طب المسافه اللي طلعت دي ايه؟ المسافه الراسيه بتاعتك اللي هي 2.5 2.3 ايه؟ 2 سنتي 30. طبعا الام دي مش كتله، دي هو مسافه. فطبعا طلع معاك ايه؟ نيجاتيف. طبعا لو انت كنت عملت ريزوليوشن للجرافتي كده وكده اللي هو ايه؟ عمودي على الازاحه ومع الازاحه تتعرك نفس الكلام. يبقى انت تعمل ريزوليوشن للمسافه او الفورس الاثنين ايه؟ واحد. طب الفورس بتاعت ال ان بي من غير تفكير كده ومن غير تشغيل مخ، مش ده رياكشن؟ يبقى الورك بتاعه زيرو. بس كده، ماليش دعوه باي حاجه. مجموعة الفورسز بتاعتي الوركس بتاعتي كل واحد حطه بشرطه، البوستيف بوستيف والنيجاتيف نيجاتيف. طلعت محصلة بوستيف، وده كان متوقع ليه؟ لأن الجسم اتحرك في اتجاه ايه؟ أكبر قوة موجودة اللي هي ايه؟ بتاعت ايه؟ ال 400. تمام؟ في أي مشكلة؟ أوكي. برنسبل أوف فورك إنرجي. طبعا احنا عارفين قاعدة ذهبية ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، لكن تحول من صورة ايه لاخرى، اللي هي energy never dissipate but transform from face to face. طبعا انا عاوز اقول لكم بس معلومة شخصية جانبية كده، ان القانون ده تم اثبات ان هو غلط ده السنة دي، ان هو الطاقة لا تفنى وتستحدث من عدم غلط، الطاقة بتفنى وتستبدد وما ينفعش ان انت ترجعها من الصورة للتانية بتاعتها نتيجة نظرية الانتروبي ان هي ايه؟ اتضربت خالص. فانت صحيح الانرجي قبل وبعد الاثنين مش متساويين، مستحيل يرجعوا زي بعض، بس بما ان احنا في نطاق الشغل بتاعنا ضيق جدا لازالت ابليكابل في الابليكيشنز الايه؟ الضخمه اللي هي ايه؟ يعني الايرور فيها مش مهمل يعني، تمام؟ فانت القاعده دي اتفضل. هو في المثال اللي فات انا عندي احنا قلنا الورك كده كده كميه سكيلر، فعشان كده جماعه الورك اللي نازل لتحت مع الورك اللي ماشي في الجنب عادي مش تفرق معايا في حاجه، صح؟ كميه سكيلر، رقم ارقام بتتجمع. تمام. وخد بالك ان عايز اقول لك انا فجاه بس عشان انت قلت كلمه، اللي طالع واللي نازل كلهم في نفس الاتجاه اصلا. ليه مش ورك الوزن؟ انا حلل. تمام تمام صح، شفت ماشي. بس هو كلامك صح ان هو سكيلر، خد بالك من كلمه، هو كلامك صح برضو، هما هنا كلهم في نفس الاتجاه، بس انت لو واحد لف دايره كده هيجمع هو كمان معاه، بس ده طبعا في ريجيد بودي، انت بس عشان الحركه بتاعتك موشن عاديه، بس انت لو عندك ريجيد بودي يبقى الجسم ده هتلاقيه بيلف، يعني انت لو عندك عمود كده، هو ده طبعا مش دراستكم بس عشان تبقى المعلومه بس كامله ليه، لو عندك عمود كده
لو هو ماشي بعجل فوق هو ماشي ايه في خط وعمال يتدحرج كده عمال يلف فبيلف هتجمع كل دول على بعض عادي نفس ارقام يعني تاخد رقم بتاع ده تحطه هنا ورقم بتاع ده يتحط هنا فهو مش شرط في نفس الاتجاه بس انت هنا في حركتك كلهم في نفس الاتجاه اصلا تمام بس عشان ده برتكل تمام التاني تمام يا شباب طب فانت بالنسبه القانون ده اللي انت عاد فيه خطا في قانون الانتروبي لا لا الخطا بتاعه مقبول في الابلكيشنز بتاعتنا كلها لغايه ما تتخرج من الكليه ابلكيشن وفي المصانع ابلكيشن بس في الحاجات اللي هي النانو تكنولوجي والحاجات دي كلها القانون ده غير سالم يعني الاهدار بيبقى عن طريق الذرات يعني انت الذرات بتهدر طاقتها وما بتقدرش ترجع تاني يعني حاجه بره نطاقه بس عشان بس ما اقولش ايه ان القاعده دي ما بحبش اقول معلومه مش صحيحه عشان امشي المنهج ما بقدرش تمام بس انت ابليكابل عندنا وسريه ولسه سريه في الحاجات اللي هي الكبيره الضخمه يعني تمام اللي هي دراستنا وشغلك والمصانع والعماير والحاجات دي كلها دي لسه عايشه يعني. تمام لو انت بقى بتشتغل في فيزيكس او حاجات على مستوى الكم بس اللي مش عادنا شغال يعني الحمد لله يعني لغايه ما يجي علم غلس جديد يبوظها هو كمان زي في واحد قال لك الالكترون بقى دلوقتي بيقولك ماشي مع الطيار ما تفهمش استفاد ايه بس بوظ كل القوانين الموجوده بتاعه الكهربيه دلوقتي عادي عشان يطلع هو قانون جديد عشان يبقى عمل بحث جديد يترقى بيه يدمر كوكب الارض كله فمعلش يعني دي الدنيا كده فبرضه واحد طلع الانتروبي غلط فهو ايه مكركب الدنيا كلها في العالم بسبب الحركه دي وبرضه في واحد في السيرمال لسه من سنتين كمان طلع ان البي في ار تي بتاع الهيت والسيرمال ده القانون ده غلط وفي ايرز كتير كل واحد براحته والديفرنشيشن كمان في واحد اسمه كيتو او كايوتا ياباني اثبت ان الديفرنشيشن والانتجريشن اللي احنا عمالين نعملهم دول كلهم غلط بيقول لك احنا مهملين جزء كبير جدا منه 15 ترم جنبيهم كده ما تفهمش برضه استفاد ايه بس برضه يعني فخلينا عايشين باللي قدامنا ده دلوقتي وده اللي يقدر يشغلك في المصانع والدنيا ما تخافش يعني تمام تمام يا دكتور تمام ربنا يستر ربنا يستر ان شاء الله الكينيتيك انرجي نص ام في سكوير طبعا احنا حافظين القانون ده قبل كده ده بالنسبه بتاعتك طبعا لو انا كنت بتحرك بكميه حركه عربيه ماشيه كده كانت ماشيه بسرعه معينه وربنا رزقها بيها لو بذلت عليها ورك حاجه من الاثنين يا ازود سرعتها يا نقصها يا وقفها فانت ما حصلت الورك بتاعتي دي على اي جسم بيتحرك هتغير له ايه كميه الحركه بتاعته الرياح ضدها هتوقفها او تبطئ سرعتها فانت معناها ان الكينيتيك انرجي اللي انت ماشي بيها مع الورك اللي بذل دي الانرجي الاولانيه هتتحول لانرجي جديده اللي هي مين تي 2 طبعا ممكن تقول ان الورك اللي انت بذلته هو التغير في الكينيتيك انرجي بتاعتك اللي هو نص ام في سكوير وده طبعا ده بالنسبه ليه للبارتكل ما لناش دعوه بالروتيشن تمام ناخد مثال للكلام ده بقولك the spring is placed between the wall and the 10 kilogram block أو. if the block is subjected to a force of 500 newton طبعا 500 newton اللي هي ايه زاوية determine its velocity طالب سرعته when s بتساوي نص متر when s بتساوي 0 كان البلوك at rest يبقى في الوضع الاول بتاعه كان at rest and the spring is uncompressed يبقى طوله الطبيعي امتى النيوت بتاعه امتى كان في اول وضع يبقى معناه ان اس بتاعته واحد بتساوي كام زيرو ليه لانك انت لو انت كنت عند ان ستريتش لينس في اي وضع يبقى هو ده الاس بتاعتك الاولانيه بكام زيرو طب اس 2 بتاعته هتبقى كام بالمخ كده نص متر ما انت كنت في زيرو بقت نص متر طب عندك ان هو كانت اتريست يبقى الوضع الاولاني كانت تي بتاعته بكام بزيرو الورك المبذول قد ايه الاحظ ان الفورس دي اللي عملت لها اول حاجه ترسم فيه بدل دايجرام بس حتى لو مسألة عبيطة ارسم فانت هيبقى عندك هنا 400 وهنا 300 وعندك الرياكشن وعندك الويت وعندك الاف بتاعت السبرينج طب هتقول يا دكتور طب الاف سبرينج كانت في الاول زيرو حطها بص فورا نيجاتيف ما انت شوف اول ما تبتدي تتحرك ما انت خد بالك ما تدرسش عند الريست وتقول يا دكتور ايه اللي بيحصل طب ما تدرس زيرو زيرو ما يبقى انا تعرفت فيها حاجه لا فانت هتيجي تبتدي تشوف لما يجي يتحرك سنه كده لما يجي يتحرك هتضغط ولا يتشد بالمخ كده هتضغط فهتلاقي الفورس بتاعتك الناحيه دي وانت اتحركت الناحيه دي بالورك ايه نيجاتيف يعني القاعده بتاعتي اللي انا بقول لك عليها دي يعني مش لازم يعني تبقى رخم فيها طب لو الاس هنا لو هو كان اتريست ماشي وكان سبرينج انيشيالي تنشن حتى لو تكتريشن
مالكش دعوه، لازم تشوف هيتحرك فين، ما انت تشوف الاس بعد كده فين، ما ممكن تتحرك الناحيه دي كده يبقى الاثنين مع بعض يبقى بص، ممكن يتحرك العكس تبقى نيجاتيف، فانت لازم تشوفه هيتحرك فين في الاول، والوضع اللي انت بتشوفه هيبتدي فيه هو ده، فانت عندك هيطلع ده ايه نيجاتيف. الويت والنورمال رياكشن الاثنين مش هيعملوا ورك، ليه؟ لان الويت عمودي على السطح ايه افقي، لو البتاع دي المساله دي ما يلتها لك الورك بتاع الويت هيدخل معاك، ولو دخلت لك فريكشن الفريكشن هيدخل معاك. يبقى انا كده عندي الورك ده وعندي الورك ده، يبقى انا كده الناحيه الثانيه مين الوحيده ناقص فيها؟ الفي. اجيب السكور بتاعي يبقى الفي بتاعتك ايه بالرقم، يبقى انا كده قدرت اجيب سرعه الجسم. طبعا كنت ممكن تحل المساله دي كاينماتكس او كاينتكس، عايزك كده تتسلى في البيت دلوقتي وتحل دي كاينتكس وشوف الفي هتطلع لك زيها ولا لا، تمام؟ بس لاحظ بص دي حلتها في سطر، مش كده بقول لك الفيلوسيتي بالورك انرجي ميثود اسهل بكتير. عندك عربيه ماشيه اصلا 3500 باوند اوتوموبيل، خد بالك ان باوند ده ويت مش ماس، عشان انت هنا في القانون بتحط ايه ماس، تمام؟ ركز في موضوع الفيت ده، دايما بحب نحطه في الامتحان عشان غلطي. ترافلز داون ذا 10 ديجري انكلايند رود، نزل على الانكلايند رود ده بسرعه 20 فيت بالسكند. اف ذا درايفر جامز اون ذا بريك، طبعا جامز اون ذا بريك بمخنا كده معناه ان دي فريكشن. انت شفت حد بيضغط فرامل عشان العربيه تمشي لقدام؟ لا، هي بيضغط فرامل عشان يفرمل. كوزنج ويز ويلز تروك، طبعا كلمه تروك دي معناها ان العربيه بقت ماشيه بتنزلق، ما بقتش الكاوتشه بتلف يعني. طبعا معنى كل ده ما يهمكش في حاجه انك انت بتدرس بارتكل، تمام؟ مش ريجيد بادي، لكن انت لو بتدرس ريجيد بادي الموضوع هيختلف كتير جدا، فانت بتدرس ايه بارتكل، فالعربيه تعتبر ايه بتتزحلق يعني دلوقتي، لانك انت لما تيجي تفرمل وانت نازل بسرعه اكيد هيحصل فيك ايه زحلقه. ديتراين هاو فار اس، قد ايه هتمشي. ذا تايرز سكايد، العجله هيتزحلق. اون ذا رود، يعني انت عايز تشوف انت هتتزحلق قد ايه، مع علم ان الكاينتيك فريكشن بتوين ذا ويل اند ذا رود كذا. هتقول لي طب يعني معناها قد ايه فار؟ بالمخ كده واحد ضغط فرامل ايه اللي هيحصل؟ هيفضل يحك في الارض يحك في الارض لغايه ما يحصل في ايه؟ العربيه هتقف، مستحيل مش هتقف الا في حاله واحده، حاله واحده بس اللي مش هتقف فيها، لو الويت بتاع العربيه اكبر من الفريكشن الموجود في الارض. بس انت هتلاحظ لو انت عملتها الحسبه بتاعتك مع الزاويه دي هتلاقي ان الفريكشن بتاعك اكبر، فعشان كده بترسم فري بادي دايجرام. عايز الفري بادي دايجرام عندك ادي 300 اهو، هتلاقي ان الاف بتاعت الفريكشن بالرقم ده. لو عملت ريزوليوشن للويت في الاتجاه الافقي هتلاقي اصغر من الرقم ده، يبقى معناه ان ايه؟ ان العربيه في احتمال ان هي هتقف. واضحه النقطه دي؟ لو الويت كان اكبر عمرها ما كانت هتقف، يبقى معناه ان المسافه اقصى مسافه تعملها سكايد ان هي هتقف في الاخر، يبقى انا كده عندي في انيشال فاينل بكام؟ بزيرو، تمام؟ يبقى انا كده فهمت من الكلام بتاع المساله اللي هيحصل عندي. طب انا عاوز اجيب مين؟ انا عاوز اجيب الفريكشن. الفريكشن محتاج مين؟ النورمال رياكشن. طب الاتجاه العمودي فيه حركه؟ لا، يبقى سيجما الفورسز فيه بتساوي زيرو. هتقول لي طب يا دكتور ده احنا بنحر الورك انرجي، ايه اللي جاب الكاينتكس هنا؟ عادي، ما هو الكاينتكس ما شغال عادي، واتفقنا ان احنا ما بنعرفش نجيب فورسز ولا ايه اكسلريشن عن طريق مين؟ الورك. فانت هتجيبها من دي فيطلع لك الان ايه بتاعتك، ان ايه هتضربها في الفريكشن هتلاقي الرقم ده. طبعا لو الرقم ده اقل من الويت يبقى العربيه دي عمرها ما تقف، تمام؟ بس هي اكبر من الويت فعشان كده ايه اللي يحصل؟ هتقدر توقفها، تمام؟ طبعا احنا مش هنلعب معاك اللعبه الشريره دي، اتفضل. فانت عندك دلوقتي الورك قبل بيساوي زائد الكاينتيك قبل زائد الورك زائد الورك المبذول زائد بيساوي مين؟ الكاينتيك انرجي الاخيره. هنا لازم تجيب كتله ماس فتقسم على الجي في الفي، وعندك هنا الورك بتاع مين الوحيد اللي هيعمل ورك هنا؟ الويت والفريكشن. طبعا الويت بوزيتيف ليه؟ لانك انت هتنزل لتحت مسافه دي اس ساين ثيتا، طبعا الاس لسه ما نعرفهاش، وعندي فريكشن دايما الورك بتاعه نيجاتيف، هنمشي مسافه كام؟ اس اللي هي المايله كلها
بيساوي زيرو ليه؟ لأنه هيقع في الآخر. هيطلع لك إيه في الآخر؟ أدي الإس. طبعا المسألة دي كنت تحلها تقدر تحلها إيه؟ كاينتكس. هتشوف سيجما إف إس في اتجاه بتاع مين؟ اللي هو الرامب نفسه أو الطريق. هيطلع لك الأكسليشن بتاعتك. الأكسليشن كونستنت ولا لا؟ آه كونستنت. هتعوض بقى في القانون بتاع نيوتن هتلاقي طلعت لك الإس. لاحظ إن هي نفس الإس بالظبط. بس طبعا دي أعقد شوية من دي. عرص استعمل دي حلال. عرص استهدف دي حلال. بس طبعا لو أنا طلبت منك مثلا الورك في الأول وورك في الآخر أو طلبت منك الكينيتيك إنرجي فمعناه أن بوجهك إيه لورك. ممكن تعمل تشيك بأي واحدة مني. تمام؟ أخذ مسألة كمان. يقول لك the platform B. عندك المنصة B. has an available mass. هي ملاش كتلة. تعتبر كأنها ورقة يعني محطوط. And is tied down so that 4.4 meter long cords keep a 1 meter long spring compressed. معناه ايه؟ السبرينج ده يعني طوله 1 متر. ده اصلا طوله 1 متر. بس لما ربطته بالاربع حبال دول بقى طوله كام؟ 4 من 10 متر. يبقى هو under compression ولا مش under compression؟ يعني المنصة دي مضغوطة ونفسها تطير في السماء. بس بسبب الاربع حبال دي ايه اللي حصل؟ هي مش قادر يطلع. تمام؟ يبقى هو في الوضع ده اترست ومشدود اربع. يبقى ده اسمه بري كومبريست سبرينج. ده التفسير بتاعه بيبقى شكله ايه. وين بيقول لك وين nothing on the platform if a 2 kilogram block is placed on the platform. خد بالك بس placed بالايد يعني مش اتثبت بس. يعني انا مش حطيت ال 2 كيلوغرام كده وسبتها. يعني انا لو سبتها كده في الوضع ده مش هيحصل لها اي حاجه. ليه؟ لان 200 نيوتن لو ضربتها في ال 6 في ال 4 من 6 من 10 هتلاقي اكبر من كام؟ ال 2 كيلوغرام. مش ده قوه السبرينج هتلاقي اكبر منها. بس انا اللي حصل انا ضغطت عليها شويه عشان كده قدرت انزلها. طب هتقول لي طب انا لو كنت مثلا حطيت دي 200 كيلوغرام لاحظ انك هتضغط السبرينج تحت وتفعصه فالمساله مش هيحصل لها حاجه. تمام؟ فانا عندي ضغطته شويه. طبعا ايه اللي حصل؟ ضغطته لغايه ما بقى طول السبرينج 3 من 10. يبقى الراجل الغلبان ده ضغط مسافه كمان قد ايه؟ 1 من 10. مش هو كان مضغوط 6 من 10 بعد كده وكان طوله 4 من 10. لما يبقى طوله 1 من 3 من 10 يبقى ينزل مسافه كام؟ 1 من 10. يبقى هو الكومبريشن بتاعه دلوقتي قد ايه؟ 7 من 10. And released from rest after the platform is pushed down 1 من 10 متر. يعني انا ضغطتهم كده قمت سايبهم. ايه اللي هيحصل؟ طبعا السبرينج ده اقوى بكتير من الكتله بتاعت الايه؟ ال 2 كيلوغرام. فهترميها في الهواء زي البين بول. عارفين البين بول ده اللي هي بتشد كده البتاع دي السبرينج كده وتنضرب الكوره بتاعتك ايه لقدام. بيقول لك determine the maximum height the block rises from the, to the air. عاوز اقصى ارتفاع من الارض. طبعا المساله دي انت ممكن تحلها بالكاينيتكس ممكن تحلها بالكاينيماتكس. بس انا لاحظ حاجه لو درستها لان انا عندي وضع واحد هنا وعندي وضع اتنين هنا. تمام؟ اول حاجه هرسم الفيل بدل الدياجرام بتاع ايه البلوك. طبعا البلوك هيتحرك راسي الاعلى والاف سبرينج معاه لان انا لو ضغطته كده الاقي الاف سبرينج الاولى بتزقك لفوق. طب انا يبقى عندي ايه؟ عندي الورك بتاع السبرينج الاول الاس واحد بتاعته. خد بالك ان اس واحد مش هي الاس دي مش الستة من عشرة. هتقول لي ليه يا دكتور اس واحد اس واحد مش تلاتة من عشرة؟ انا بدرس السبرينج ولا بدرس البلوك؟ بدرس البلوك. ده السؤال اللي كان زميلكم سأله في الاول. فانا الوضع الاول للسبرينج لما بدأت ادرس البلوك كان كام؟ اس واحد كان هنا. اس اتنين بتاعته هي اللي هنا. يبقى مالناش دعوه بالوضع ده كله. القصه الجميله اللي هنا دي عشان تعرفك ان السبرينج اخره هنا واوله كان هنا بس كده. طب اس 2 اس 2 السبرينج يعني ما يقدرش يطول عن ايه 0.6 متر فهو يقف عند ال 0.6 متر. فانت افضل ذا بلوك ذا بلوتوم اوف ذا بلوك رايزز فروم ذا هايت اوف كذا. يعني rises from يعني اول ارتفاع يكون عنده هو 0.4 ناقص 0.1 اللي هي 3 من 10.
to the final height h. يبقى انت عرفت كده المسافة اللي هو هيطلع قد ايه، هيطلع يعني الحتة اللي هو هيطرها، هيطرها هي h ناقص 3/10. دي المسافة اللي هو هيطرها فوق من هنا، اسف هنا اللي هي من الحتة دي، دي المسافة اللي هو هيمشيها. يبقى انا كده عندي الورك الاول عنده كينيتيك انرجي الاولى بزيرو لان كان فيهم ريست، والاخيره بزيرو لان انا اقصى ارتفاع عندي بزيرو. تقول لي طب يا دكتور زيرو هنا وزيرو هنا، مفيش مشكله. يبقى الورك المبذول ده خد بالك ان ده زيرو ده زيرو، ملوش دعوه بالديسبيسمنت. مش معنى انا كنت سرقت بزيرو وبقيت زيرو ان انا ما اتحركتش، لا، ما انا اتحركت في النص هنا وعملت ديسبيسمنت، يبقى الورك مبذول اهو. تمام، يبقى السرعه ما بتحددليش الازاحه. عندي الورك بتاع السبرينج اهو طبعا اس 2 وده اس 1 والاشاره بتاعته نيجاتيف، يعني انت ممكن تطلع ده كده، ده كومن فاكتور بره كده وتطلع الاثنين دول من بعض. تمام، طبعا هيطلع لك نيجاتيف نيجاتيف اللي هو بوزيتيف، مفيش مشكله عادي، مفيش مشكله. بس هو خلى الاس 2 هنا وده اس 1 عادي براحتك، عايز تخليه ان هو كان اندر كومبريشن بعد كده بقى اندر تنشن براحتك. فانت لازم تحسب الكلام ده ايه بالمخ كده. تمام، بس هو هنا خلى اس واحد اهو يعني كان مشدود الاول، هو خلاك انه يعني الفورس بتاعتك كانت لتحت عشان كده الاس واحد. تمام، فانت دلوقتي عندك ايه، وعندك الجرافيتي عكس الحركه لانك انت طلعت فوق، فيبقى الازاحه بتاعتك الورك بتاعك ايه نيجاتيف. يبقى انت عندك اتش ناقص 3/10 بمسافه مش يعني تقدر تطلع منها الايه الاتش اللي هو الاقصى ارتفاع. تمام يا شباب، ناخد مساله ثانيه. طبعا المساله دي كانت بتتحل بتشتغل بقانون سيجما الورك بتساوي الفورس في الديستانس، بس عادي يعني ديستانس عاديه، او اتش 1 ناقص اتش 2 دي واي 2 دي واي 1 اهو، مش دي واي 1 تمام، اي 1 من الزيرو هنا اهو ودي واي 2 عادي. عايز تعملها ديستانس، عايز تعملها ديسبيسمنت براحتك، كده كده الورك خط مستقيم. فادي بس يعني هنا فهمت، هو بدا من الحركه من السكون واقصى ارتفاع كده كده هيبقى في السكون عشان نبدا من تحت. اعمل دي ابسوليوت، انا بس مش راضي اكتبها عكس غير الكتاب، بس انا بعملها كده انا شخصيا بعمل دول ابسوليوت، اطرح اي حد من التاني بعد كده احط النيجاتيف هنا. بس خد بالك ان ابسوليوت تاخد بالك بقى الاتش هتطلع بوزيتيف او نيجاتيف، طبعا هي لازم تطلع بوزيتيف. تمام، ارتفاع تمام طوله تمام. المسألة دي كانت ممكن تتحل بقوانين ايه الكيناماتكس، بيقول لك ان هو سلايد على المسار ده فروم ريست من هنا ووصل نقطه بي. فاكر المسألة دي كنا جبناها قبل كده، كانت بنت سكاير كده وكانت نازله ايه على المسلقان ده. طبعا ممكن اجيبها لك بالورك انرجي ميثود، هتلاقي ان هي بتحل نفس المساله، تجيب لك نفس الفيلوسيتي بالظبط، لان يعني انت ممكن تاخد الطريقه دي ترجع تحل بيها المساله اللي فاتت، وممكن يجيب لك في الامتحان المساله اللي فاتت بالورك انرجي ميثود وبالكينيتكس. يبقى انت كده ايه تكون اتدربت عليه، استارت فروم ميس هنا واتزحلق ومفيش فريكشن وعندك معادله المسار. تمام، لاحظ ميزه بقى الورك انرجي ميثود ان معادله المسار مش هتاثر معايا في حاجه اصلا، كل اللي انا عاوزه ايه ان هو السرعه النهائيه اللي وصل بيها هنا عاوز اجيبها، وعندي النقطه اللي هنا، وبما ان مفيش فريكشن هتلاقي ان معادله المسار دي ما اثرتش معاك في حاجه. هتلاقي ان عندك تي ايه بتساوي الورك المبذول من نقطة واحد لنقطة اتنين، اللي هي عبارة عن ايه الويت. لك انت دلوقتي لو شفت في الفيديو الديجرام بتاع الراجل الان ما بيعملش حاجة، والويت رأس الاسفل هو ده اللي عمل ايه ورك. اي شايف ادي في الفيديو الديجرام في اي وضع، وبما ان الستة مش هتأثر معايا في حاجة لان انا عاوز المسافة الرأسية، يبقى انا عندي ايه زيرو فروم ريست مسافة رأسية اللي هي 7.5 وهنا نص ايه الكتله في الفي بي سكوير، جبت في بي سكوير في الاخر جبتها في قد ايه في سطر واحد. يبقى انا كنت ممكن اجيب لك المساله بتاعه البنت بتاعه السكاير واقول لك احسب لي كل حاجه وما اديلكش الفي بي. لاحظ ان هناك كنا في المساله اللي فاتت لو تفتكر كنا مديك الفي بي، ممكن ما اديهالكش، اجيبها منين؟ من الورك انرجي ميس، اخذت قد ايه سطر. طبعا انت كنت عايز تحلها بالكاينتكس، كان ممكن تحلها بالكاينتكس بس ليه الورك انرجي ميس حلو. طب انا عايز اكمل مين؟ انا عايز اجيب الرياكشن، بما ان الورك ما بيجيبش الرياكشنز لازم ارجع لايه للكاينتكس تاني. طب انا عاوز ايه؟ انا عاوز سيجما اف ان بتساوي ام اي ان،
طبعا ال MAN عبارة عن ايه؟ دي سكوير عند اللحظة دي اللي لسه جايبها من الورك انرجي ميثود على الرو. طب الرو اجيبها منين؟ الرو من القانون بتاع الرو اللي انت جبها. يبقى كان عندي الويت وعندي ال NB، تلاقي ال NB بتاعتي في المنطقة دي. طبعا انا عاوزك ترجع تحل المسألة دي بالكاينيتكس، وعندك معادلة المسار والحياة دي كلها، وشوف السرعة دي هتجيبها ازاي بالكاينيتكس او بالاصح الكاينماتكس. ممكن يجيلك في الامتحان يجيب لك عند النقطة دي، عندك بالورك انرجي بس تقدر تجيب السرعة هنا، هيبقى ماجنيتيود. خد بالك ان السرعة اللي تلاقيت لك ماجنيتيود، اتجاه تجيبه منين؟ من التنجنت. انا عمال اقول لكم كم مسألة، يعني يعتبر دلوقتي حلل معاكم في محاضرة اكتر من 20 مسألة، فانت لازم تركز في الحاجات دي كلها. في حد عنده اي استفسار يا شباب، عايز يسأل على اي حاجة؟ بس ثانية واحدة بس، انا عايز اجيب لكم مسألة مهمة كده كان لسه اديها لكم. مسألة الحبل دي، بص يا شباب المسألة دي مهمة. بيقول لك ايه؟ The cord is subjected to constant force. خد بالك الفورس دي constant، فهي تفضل تتحرك كده، لا بتغير مقدارها ولا اتجاهها. اوف اف بتساوي 300 نيوتن. And the 15 كيلوغرام smooth cooler، الكولر الجلبة اللي هنا دي وزنها كام؟ 15 كيلوغرام. smooth cooler ماشي على المسار ده smooth. starts from rest at A. خد بالك ان انت كانت نقطة واحد هنا. وقال لك determine the velocity of the cooler when reaches B، لما يجي يوصل هنا. neglect the size of the pulley. طبعا neglect the size of the pulley معناها ان التنشن هنا زي التنشن هنا زي التنشن هنا. ودي برولي فريكشنلس. طبعا انت محتاج ايه؟ انت محتاج عشان تجيب الورك المسافه او الديسبلسمنت مشيتها اف. طب هتقولي اجيبها منين؟ مش انا لو طول الحبل كان هنا بقى لما اجي اوصل هنا مش طول الحبل هيبقى كده؟ اهو معناها ان انا المسافه اللي اقصر الحبل مش هي المسافه اللي اتمطاها هنا او عملها ستريتشنج هنا؟ مش انا الحبل بتاعي لو كان طوله AC بقى طوله BC، الحته اللي قصر مش هي اللي لازم تطول الناحيه دي؟ ما انت مش ده حبل، هيروح فين يعني؟ يعني انت لو انت بتاثر في النقطه دي اسمها E مثلا، يبقى لازم ال CE طوله ده لما يجي يطول هنا هو نفس الحته اللي قصرت من هنا لهنا. يبقى هي دي نفسها الازاحه اللي انت مشيتها فين؟ لل F. وطبعا هي معاها ولا ضدها؟ لاحظ ان الحبل بيقصر، يبقى هو بيطول ايه هنا، يبقى الاف بوزيتيف مع اتجاه ايه الاستطاله. يبقى الاف بتاعتك لما تيجي تجيب الورك بتاعها يبقى هي دي المسافه انت مشيتها. فلو رسمت الفري بدل الجرام بتاع اللي هو مين بتاع الجسم، الاقي الويت لتحت والان عمودي عليه، وعندي الفورس بتاعت الحبل كده، طبعا هتمشي مسافه كام؟ اس. مسافه اس بتاعتها دي عباره عن ايه؟ اي سي ناقص اي بي. طب اي سي ناقص اي بي اجيبهم ازاي؟ الاقي ان المثلث الصغير اللي هنا ده اهو 200 في 200، يبقى الوتر بتاعه ايه؟ روت 200 سكوير ناقص 200 زائد 200 سكوير. طب والمثلث الكبير ده؟ الاحظ المسافه دي 3 من 10 متر، والمسافه دي كام؟ 2 من 10 متر، والمسافه دي 2 من 10 متر، يبقى المسافه دي كلها كام؟ 7 من 10 متر. طب والحته دي كام؟ الاقي من هنا الريدياس ده 2 من 10 والريدياس هنا 2 من 10. يبقى معناها ايه؟ ان هو يبقى 7 من 10 زائد 4 من 10 سكوير. يبقى انا كده قدرت اجيب المسافه اللي مشيتها سكوير. طبعا ما حدش يقول لي يجمع المسافه دي ويقول لي دي اللي مشيتها الفورس اف، لا. المسافه دي اللي مشيها مين؟ مشيها الكولر. دي مش هتاثر معايا غير لو الفريكشن موجود. يبقى الفريكشن ساعتها هيبقى ان يو اس مضروب في المسافه دي. تمام؟ طب هتقول لي طب هتأثر في الويت؟ لا، الويت ملوش دعوه غير بالوضع الرأسي. انت لو اتشقلبت، انت لو لفيت لفه كامله هنا ورجعت كده مش هيفرق حاجه مع الويت. الويت المسافه الرأسيه ماليش دعوه انت لفيت ايه، انت ممكن تطلع تلف كده وتعمل كده وتطلع كده وتوصل هنا. الحته دي والحته دي اهم اتنين عندي وخلاص. تمام؟ بتاعك طلع مسافه قد ايه؟ هتلاقي الويت بتاعك طلع مسافه نص متر. جت منين؟ المسافه دي 3 من 10 المسافه دي كام؟ 2 من 10. يبقى انت كده قدرت تجيب ايه؟
المسافة اللي مشيها الويب بتاعك. طبعا نيجاتيف عشان عكس الجاذبية، وده ايه؟ بوزيتيف عشان مع المسافة. وعندك الفي بي تقدر تجيبها. يبقى انت كده ايه؟ خلصت المسألة بتاعتك. في اي مشكلة يا شباب في الموضوع ده؟ تمام كده، انا كده اشرحت لكم حتى المسألة دي عشان ايه ضمير مستريح. ان شاء الله بقى المحاضرة التانية بعد العيد بإذن الله تعالى. ان شاء الله. كل سنة وانت طيب يا شباب. كل عام وانت بخير يا استاذ دكتور. دكتور هي بس في المساله الاخيره دي، لما اجي لما جيت قيست الطول بتاع الحبل ايه ده كده؟ بص الوضع الاول كده اهو، ده الوضع الاول. انا كسرت الشير سكرين بس ما انا برسمها. شلت الشير سكرين ماشي. بص ادي الوضع الاول كده اهو، ادي الجلبه بتاعتك، ادي ايه وادي سي. المسافة دي كان كام؟ هنا 3 من 10، الريديوس ده كان 2 من 10، المسافة دي هنا كانت 2 من 10 اللي هي كانت عاملة كده. اي كانت عاملة كده صح؟ طب هتيجي تضعف تيجي في الوضع الثاني هيبقى كده عاملة كده. تمام؟ او اوريها لك بس كانت فين المسافة؟ مش مشكلة، تبقى كده. هتلاقي المسافة هنا 2 من 10 والمسافة اللي هنا كام؟ لا هي كانت كده بس ثواني. ارسمها لك تاني، رسمتها قبل ما انت تشوفها فتطلع. فانت الوضع الاول اهو، ارسمها لك في الوضعين. ادي الوضع الاول اهو عامل كده، ادي البولي هنا وادي العمود عامل كده اهو. تمام؟ فانت المسافه اللي هنا من هنا 2 من 10 و2 من 10، المسافه اللي هنا كانت لغايه ما العمود ده التاني كانت 3 من 10، بعد كده الحته دي 2 من 10، المسافه دي بقى كده 2 من 10، يبقى دي 7 ودي 4. لما يجي يطلع فوق هنا الطول بتاعي يبقى عامل كده. تمام؟ الطول بتاعي يبقى عامل كده. طبعا الحبل مايل شويه ايه نتيجه الرسمه اللي بتاعت البولي، بس هو يبقى كده اصلا. فيبقى دي 2 من 10 ودي 2 من 10 اللي هي بي سي. طبعا خد بالك ان هما الاثنين هينطبقوا مع بعض على بعض اصلا عشان المسافات، بس هو كان هتلاقيها في الرسمه كانت موجوده بعيده عن بعضها عشان الرسمه فيها البولي كبيره شويه، بس عشان البولي مهمله الابعاد فيبقى التوكين على بعض. يبقى 2 من 10 و 8 من 10، يبقى ده الروت بتاعه ايه؟ 2 من 10 و 2 من 10. تمام؟ وصل كده؟ تمام. يبقى المثلث بتاعك ده. شكرا. كل عام وانت بخير يا دكتور.